غادي تكون ان شاء الله غادي تكون لا دوزيام بارتي ديال المدونه الجديده ان شاء الله. كاينه في البروغرام. شوف هو حنا يعني حنا البلاد ديالنا في الاول يعني كانت كاين فرق كبير ما بين المراه والراجل، فكانت المراه فريمون كانت مضطهده يعني بواحد النيفو عالي. الحمد لله انا كنظن بان الاغاني ديالي لعبوا واحد الدور كبير في التغيير، وانتم غتكونوا لمستوا هذا الشيء. وبدات المراه كتحرر شيئا ما في واحد النطاق اللي هو كيؤدي بالايجابيه بالنسبه للاسره. و زعما شنقول لك ما في، اما بالنسبه للمساواه ديال الارث ما كنظنش، انا عمرني ما دويت في الارث بتاتا. انا في الارث هذاك الشرع ديال الله سبحانه وتعالى ما تندخلش فيه بتاتا. انا كنهضر غير في النطاق اللي فيه الضرر للمراه، يعني ان الرجل كيتميز بزاف على المراه، رغم ان احنا كنعرفوا المراه بانها واحد السيده اللي هي قاده، واحد السيده اللي هي مجتهده في الحياه، واحد السيده اللي كلفتيها كتكون كتقوم بالمقام ديالها فوق ما يمكن يتصور الواحد. نتوما عارفين هذا الشيء، وكيخصنا غير الاعتراف. وانا في الاخير ملي كتسمع الاغنيه ديال نجاه وكتحللها كتلقى باني انا كنخاطب الاسره، انا بغيت غير لو كوبل يعيش مزيان. المراه كتحترم الراجل والراجل تيحترم المراه، وراه كيبقى الراجل راجل وكتبقى المراه مراه.